عاجلة. ورد الآن مجموعة أخبار هامة ومنوعة حدثت مساء اليوم السبت 26 من شهر العاشر 2024. وزير العمل السيد أحمد الأسدي يوزع سلات غذائية للمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة. وزير العمل السيد أحمد الأسدي يعلن إصدار أكثر من 32 ألف بطاقة ذكية للمستفيدين ضمن الوجبة الخاصة. وزير النقل: مطار الموصل الدولي شيد بمواصفات عالية ونسبة إنجازه بلغت 86%. مفتي العراق مهدي الصميدعي يعتب على الدفاعات العراقية لعدم تصديها للهجمات التي استهدفت إيران. استمرار الإغلاق الجوي في قاعدتي عين الأسد والحرير منذ 12 ساعة متتالية مع حالة استنفار قصوى. السيد مرتضى الصادر: استعمال أجواء العراق في الحرب الإرهابية أمر يستدعي للردع السريع من الحكومة وإلا شملها قانون التطبيع.